ببراءة الأطفال. يبحث هذا الطفل بين أنقاض البيوت عن ألعاب يلهو بها، لكنه لا يعثر على أي لعبة. يدرك هذا الطفل أن الألعاب غير موجودة في هذا المكان، لكنه لا يدرك أنه نفسه غير موجود أيضا. بدأت مأساة مكتومي القيد في درعا منذ سنوات مع خروج مؤسسات النظام عن العمل، حيث لجأ معظم الأهالي إلى تسجيل موالدهم في المحاكم الشرعية. ومع إكمال النظام سيطرته على درعا في تموز عام 2018، رفض الاعتراف بإجراءات التسجيل السابقة، مما أدى إلى حرمان الكثير من المواليد من التسجيل في السجلات المدنية ليتحولوا إلى مكتومي قيد. الأهالي من جانبهم وبعد سيطرة النظام حاولوا إجراء المعاملات الرسمية لضمان حقوق أولادهم، إلا أنهم اصطدموا بالتعقيدات الإدارية والروتينية وفساد مؤسسات النظام وتفشي الرشوة، كل ذلك في سبيل الحصول على الثبوتيات اللازمة. لكن جهودهم ذهبت أدراج الرياح، والآن أطفال درعا من ذوي القيد المكتوم موجودون وغير موجودين في الوقت ذاته، وكأنهم أحجية تتفاقم مع ازدياد عددهم لتتحول إلى ظاهرة تبحث عن حل لها قبل أن تتعاظم أكثر مع مرور السنوات. لهذا الطفل اسم، ولتلك الطفلة اسم، ولأولئك الأطفال أسماء، لكنها أسماء غير معترف بها قانونياً في دولة لا يحكمها القانون.